استحداث طائرات الدرون بخصائص وتقنيات حديثة يتم التحكم فيها عن بعد للإطلاع والحصول على تفاصيل الحدث قبل التنقل إلى موقعه. نماذج جديدة تعمل على تطويره فرق مركز البحث العلمي والتقني بولاية تيبازا. عندنا أربع طائرات ذات أجنحة ثابتة مخصصة للمراقبة، وعندنا ثلاث طائرات ذات أجنحة دوارة مخصصة لعدة استعمالات من بينها المراقبة، أيضا في استعمالات زراعية. ولتسهيل عمل الباحثين وتشجيعهم على تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، تعمل الجهات الوصية على تأطير ومرافقة هذه المشاريع. صناعة الدرونات تتماشى مع احتياجات المجتمع، عدة قطاعات، قطاع الفلاحة، قطاع الغابات، وبالتالي تثمين هذه النتائج والتحويل التكنولوجي سيرجع بالفائدة على المواطن والمجتمع بأكمله. المستوى المركز هناك تقريبا 15 مشروع شركة ناشئة ومشروع مبتكر. هذه الديناميكية اللي يعرفها اليوم قطاع التعليم العالي وخاصة مراكز البحث تدل على الاتجاه الجديد وتغيير الباراديغمات اللي حصل في القطاع، حيث أن اليوم نرى عدد متزايد من الباحثين من الناس اللي يعملوا في مراكز البحث يتوجهوا نحو العالم الاقتصادي ونحو إنشاء شركة ناشئة. هي كفاءات جامعية شابة هدفها تطوير العلم والابتكار لمواكبة آخر التطورات والترقية بالصناعة الوطنية.